كيف يتاجر مع الله جل وعلا في تلاوة كتابه؟ بأن يقرأ القرآن وله بكل حرف 10 حسنات، والحمد لله قراءة القرآن الآن متيسرة. أن إذا كان في عصر مضى يقل القراءة، وبعض البيوت تخلو ممن يقرأ، وقد تخلو من مصحف، وقد تخلو من نور يستعين به على القراءة إذا كان لا يحفظ في الليل مثلا، فالأمور كلها متيسرة. قد يوجد من كبار السن من لا يعرف ولا يحسن القراءة، لكن بإمكانه أن يستمع وله مثل أجر القارئ. ما فيه بيت الآن من بيوت المسلمين إلا وفيهم من يقرأ ويكتب، فإذا استمع لقراءة ولده أعانه على القراءة وأجر أجر الاستماع، وإذا استمع لقراءة بنته كذلك، وهكذا. أو استمع للقرآن من مسجل مثلا بصوت قارئ مجود ندي مؤثر يتغنى بالقرآن، فيثبت له الأجر ويثبت له أجر الاستماع وله أجر الانتفاع، الانتفاع بالقرآن، فبالقرآن يحصل التذكير كما قال الله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وكم من شخص تغيرت حياته تغيرا جذريا بسبب سماع آية، ولا شك أن القرآن مؤثر بذاته، ولو لم يكن المستمع من أهل العلم. أما إذا كان من أهل العلم فهذا ميدانه ينتفع، لا سيما إذا ألقى السمع وهو شهيد، يعني قلبه حاضر، أو قرأ القرآن بنفسه على الوجه المأمور به، على الوجه المأمور به من التدبر والترتيل. ومعلوم أن هذا من أنفع ما ينتفع به في علاج أمراض القلوب، قراءة القرآن على الوجه المأمور به. فإذا كانت قراءته التي يتحقق فيها مسمى القراءة بكل حرف 10 حسنات، والقرآن معدود عند أهل العلم حروفه 300,000 حرف، فتكون الختمة الواحدة فيها 3,000,000 حسنة.